مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى موضوع اليوم. قال الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة مينغيل أنخيل موراتينوس إن المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي ينعقد ابتداء من يوم غد بفاس يعد نقطة تحول من أجل تحديد أهداف أكثر طموحا بهدف توطيد أعمال التحالف. وأشار المسؤول الأممي لأنه منذ سنة 2005 رسم التحالف مساره مع المضي قدما في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والأديان وترسيخ رسائل القيم والمبادئ التي يتعين على المجتمع الدولي بأكمله اعتمادها في سياساته الوطنية والدولية، مضيفا أن استجابة المجتمع الدولي للمساهمة في إنجاح هذا الحدث سواء على مستوى الدول أو على مستوى المجتمع المدني كانت ممتازة برأيه. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من فاس الأستاذ مصطفى الطوصة، الكاتب الصحفي الخبير في القضايا الدولية. أستاذ الطوصة أهلا بكم. أهلا وسهلا محمد. إذن مرحبا بك في فاس، أنت أيضا ستشارك في أعمال هذا المنتدى. لا شك أنه يأتي في سياق عالمي مأزوم، ما الذي ينتظر منه لفائدة هذا السياق المأزوم؟ نعم محمد، هذا المؤتمر تحالف الحضارات ينعقد في ظرفية سياسية دولية متأزمة فيها حروب تتكلم لغة الصواريخ والدبابات، هناك حرب في عقر الفضاء الأوروبي يهدد بحرب عالمية ثالثة. انعقاد هذا المؤتمر الذي يهدف أساسا إلى بعث برسائل سلم وحوار وتعايش سلمي وتعايش ثقافات و حوار حضارات، هو من شأنه أن يبعث للعالم بأن بموازاة هذه القوى التي تدعو إلى الحرب والاصطدام والمواجهات العسكرية، هناك في هذا العالم قوى تدعو إلى السلم، إلى تحالف الحضارات، إلى حل المشاكل بالتفاهمات السياسية والدبلوماسية. ولا شك أن الأنظار في هذه الظرفية ستكون موجهة بطريقة واضحة إلى مدينة فاس المغربية، من حيث ستنطلق هذه الرسائل، إعلان فاس لتحالف الحضارات وإعلان فاس لدعم السلام والتفاهمات عوض لغة الحرب والاصطدامات الدولية. ما الذي تضيفه رمزية هذا المكان فاس بحمولتها التاريخية والحضارية الطويلة وأيضا دلالات هذا السياق الذي وصفته أنت؟ نعم، مدينة فاس معروفة عالميا بأنها كانت ولا تزال معقل الحضارة، معقل يعني الإبداع الروحي، معقل التفكير الديني المتجدد، ومعقل الحضارة المغربية العريقة. مدينة فاس هي يعني اسم أيقونة في العالم في هذا المجال، بالإضافة إلى أن فاس هي عاصمة المغرب الروحية، والمغرب معروف بتجاربه السياسية منذ زمن طويل أن في دستوره هناك مكتوب ومؤسس مبدأ التعايش السلمي، مبدأ التنوع الديني والثقافي، مبدأ التعايش بين مختلف الديانات الإسلامية اليهودية والمسيحية. إذن كل هذا الزخم يجعل من المغرب ومن مدينة فاس يعني المكان المؤهل لكي يحتضن مثل هذا الحوار ولكي يبعث بمصداقية هذه الرسالة إلى العالم. لذلك نحن الآن فعلا في مكان يشع حضارة يعني يضرب في التاريخ بجذوره العميقة في تاريخ الحضارات الإنسانية، وعنده إشعاع روحي وديني، وهو بطريقة كما قلت مؤهل لكي يحتضن هذه الرسالة الأممية للعالم من أجل تحالف الحضارات. هذا التحالف الذي سيأخذ هذه السنة اسم التحالف من أجل السلام، ومن أجل السلام، وهي رسالة واضحة لهذا العالم المتأزم والمتحارب والذي يعيش في بعض الأحيان على شفا حفرة من اندلاع يعني صراع وحرب عالمية ثالثة. التحالف من أجل السلام رسالة تطلقها فاس عن طريق الأمم المتحدة إلى العالم بأكمله. أستاذ مصطفى طوصة، في هذا السياق الذي تحدثنا عنه هناك حرب صريحة في عقر الفضاء الأوروبي، وفي آسيا هناك طبول حرب تدق، وهناك ضوضاء للأدوات الخشنة لتدبير الصراعات. وسط هذه الضوضاء هل
الأمم المتحدة تعول على منتدى فاس من أجل أن نسمع صوتا مختلفا، صوتا للحكمة. نعم محمد، بالفعل هذه الفضاءات التي تحدثت عنها، الفضاء الأوروبي والفضاء الأسيوي الذي يهدد بانفجارات وانزلاقات أمنية خطيرة، فعلا يعني تلقي بظلالها على مثل هذه المجتمعات التي تدعو إلى حوار الحضارات. ولا شك أن كل الرسائل التي ستصدر من إعلان فاس، من مدينة فاس، ستكون موجهة إلى هذه القوى الخشنة التي تريد أن تصطدم على المستوى العسكري. لكن لا ننسى أيضا بأن نحن لا نتحدث فقط عن الحرب يعني التقليدية الخشنة التي نعرفها، أيضا هناك رسائل ستوجه أيضا إلى المجتمعات التي تتقوقع على ذاتها في ما يمكن أن نسميه بالحرب الهويتية، une guerre identitaire. وهنا الأصابع موجهة بطريقة واضحة إلى الفضاءات الأوروبية. عشنا مؤخرا تنامي اليمين المتطرف الحاقد على الأجانب، عشنا هناك محاولات لغلق الفضاء الأوروبي ولجعله يتقوقع على ذاته وعلى هويته ويرفض الآخر ويرفض الحوار الحضاري مع الآخر، سواء كان إفريقيا أسيويا عربيا مسلما أو لاتينو أمريكيا. إذن كل هذه الرسائل هي موجهة فعلا للدول لكي تعيد حساباتها من أننا نعيش في عالم يجب أن تسوده لغة الحوار والتحالف الحضارات والسلام، وأيضا رسالة موجهة إلى المجتمعات المدنية بأنه يمكن يعني أن تكون لديك هوية دون أن تشعر بعداء تجاه هويات مختلفة عنك. يمكن أن تكون متدين بطريقة أو بأخرى دون أن يشكل الدين الآخر عدو ويعني كبير بالنسبة لتواجدك. لذلك هناك مختلف الرسالات التي ربما انطلاقا من هذه الورشات التي سنشهدها في مدينة فاس سيتم إبلاغها إلى هذه الفضاءات التي تعيش توترا حربيا هويتيا وحتى توترا وجوديا في بعض الأحيان. أستاذ مصطفى طوصة، المفوض الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس قال أنه هذه الدورة التي تنعقد بفاس لعلها الأوسع مشاركة على المستوى الدولي، وتحدث عن 1000 مواطن يشاركون من جميع أنحاء العالم، عدد كبير من الوفود، وفود الدول والوفود الوزارية وغير ذلك. هل يعطي ذلك الثقل المطلوب من أجل أن ترجح كفة التفاهمات السلمية في هذا السياق؟ نعم محمد، يعني يجب الإشارة هنا إلى أن هذا ليس مؤتمرا سياسيا بين الدول كالذي اعتدناه مثلا في القمم الأوروبية أو العربية. هذا مؤتمر تحالف الحضارات أرادته الأمم المتحدة أن يكون فيه دول، أن يكون فيه رجال سياسة، لكن أيضا أن تكون فيه قوى من المجتمع المدني، شخصيات من المجتمع المدني، أن يكون هناك أيضا جمعيات ثقافية بيئية دينية، أن يكون هناك أيضا الرهان على الشباب من مختلف بقاع العالم لكي يجتمعوا ويتحدثوا ويحاولوا أن يصيغوا ويبلوروا لغة التفاهم الحضاري عوض لغة المواجهة ولغة إقصاء الآخر. إذن هذا يعني مؤتمر هو للأمم المتحدة، تشارك فيه شخصيات سياسية، تشارك فيه دول، لكن أهم ما فيه أن تشارك فيه أيضا المجتمع المدني الذي هو الذي سيكون الرافع الأساسي لهذه الرسالة وربما المطبق الأساسي لهذه الرسالة، رسالة السلام، رسالة التعامل بذكاء مع الآخر ورسالة تحالف الحضارات. لذلك نعم هذا مؤتمر أممي للمجتمع المدني العالمي الذي اجتمع، الذي سيجتمع واجتمع في هذه الأثناء في مدينة فاس المغربية. أستاذ مصطفى طوصة، هل بهذه الصيغة يشكل المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات مسارا بديلا لتلك المسارات الأخرى المعقدة التي أبانت عن إخفاقات فيما يتصل بالتقريب بين الثقافات والتقريب بين الدول فيما يتصل بما يعيشه العالم اليوم؟ هل اليوم الأمم المتحدة تنظر إلى الشباب، تنظر إلى المجتمع المدني وغير ذلك كوسائل أو مسارات بديلة يمكن الاعتماد عليها؟ صراحة أنا لا أنظر إليها شخصيا كأنها مسارات بديلة بقدر ما هي مسارات مكملة، لأن الأمم المتحدة عندما تريد أن تنظم حوار سياسي بين الدول فهي تستدعي الدول وتستدعي زعامات هذه الدول وقيادات هذه الدول، لأنهم الذين يملكون يعني واقع السلطة وواقع
تأثير على 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 سيرورة الأمور. لكن عندما أن تلجأ الأمم المتحدة إلى المجتمع المدني، إلى الأحزاب السياسية، إلى المبدعين، إلى القوى الثقافية، إلى جمعيات الشباب، فهذا يعطينا فكرة بأن الأمم المتحدة تريد أن توسع فلك محاولتها في إرساء ثقافة السلام وثقافة حوار الحضارات. السلام الدبلوماسي بين الدول وسلام الحضارات وتحالف الحضارات بين المجتمعات وبين الثقافة وممثلي هذه الثقافات. أنا أعتقد بأن هذه المحاولات هي مكملة لبعضها البعض، ولا 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 تقصي هذه المحاولة الكلاسيكية الدولية التي تجري تحت قبة الأمم المتحدة، والتي يكون فيها نقاش سياسي وحوار دبلوماسي ومحاولة توصل إلى تفاهمات ووسطات، مثلا في بعض الأحيان وسطات عسكرية وسياسية. هذه هذا قمة فاس التي نعيشها حاليا، أنا أراها بأنها القاسم المكمل لمحاولة الأمم المتحدة في إرساء ثقافة الحضارات وثقافة السلام في المنطقة، مع اللجوء إلى الفاعلين والمؤثرين الحقيقيين في الرأي العام، في المخيلة العالمية لهذه القضايا. أنا أعتقد بأن هذا مكمل وليس يعني مسار لوحده منعزل عن استراتيجية الأمم المتحدة في حل النزاعات مثلا. من المحاور الرئيسية لهذا المنتدى أستاذ مصطفى طوصة مسألة الاهتمام بالشباب، هل يترجم ذلك أيضا نوعا من الوعي بأنه جزء من الحاضر اليوم يضيع بسبب عدم الاهتمام كفاية بالشباب، وبالتالي فربح المستقبل ينطلق من إيلاء الشباب الأهمية التي ينبغي أن تكون له حاضرا؟ نعم محمد، من وجهة نظر الأمم المتحدة وهذا المؤتمر، الشباب هو الرهان الأساسي لإنجاح هذه العملية، عملية تحالف الحضارات، لأن الشباب يمكن أن يخرج منه الأحسن كما يمكن أن يخرج منه الأسوأ. مثلا عندما نتحدث عن الدفاع عن البيئة وعن التنمية المستدامة، نجد بأن الشباب هم الذين في صفوف هذه المعركة الأساسية بالنسبة لاستقرار وأمن العالم. وهناك يعني هوس بيئي قوي نجده في عند مختلف فئات شباب العالم، ونجده أيضا في هؤلاء الشباب الذين يحضرون حاليا. لكن يمكن من هذا الشباب إذا لم يتم تأطيره وإذا ترك على الهامش، يمكن أن يخرج منه الأسوأ. وهنا الانضمام بعض هؤلاء الشباب إلى التيارات الدينية المتطرفة الإرهابية التي تحبذ أو تفضل استعمال العنف للتعبير عن قناعتها، نجد ذلك في بعض البلدان الإفريقية الفقيرة المهمشة وبعض البلدان أيضا الآسيوية. لذلك الرهان على الشباب وهو محاولة تأطيره وتحسيسه بطريقة واضحة بأن مستقبل العالم، مستقبل الأمن والسلم في هذا المعمور هو على عاتق هذا الشباب، ويجب الرهان عليه. لذلك يبدو أن في هذا المؤتمر هناك تقريبا 300 شاب يعني يشتغلون على ورشة تفكير كيف يمكن لهم كشباب مؤثرين، يشتغلون بزخم كبير على شبكة التواصل الاجتماعي، يؤثرون في الرأي العام وفي المخيلة العالمية، كيف يمكن لهم أن يساهموا بطريقة أو بأخرى يعني في إرساء وتقوية هذا التحالف، تحالف الحضارات الذي تريده الأمم المتحدة أن يكون له منطلق جديد من مدينة فاس المغربية. أستاذ مصطفى طوصة، ذكرت إفريقيا، هل هناك وعي لدى الأمم المتحدة أنه ينبغي أن يتبوأ هذا الموضوع صدارة الاهتمام فيما يتصل بالمقاربات المعتمدة في التقريب بين الثقافات، والاهتمام أيضا بالإنسان الإفريقي، أم أنها هي أيضا تترجم رغبة الأمم المتحدة في دعوة الأطراف الأخرى إلى تغيير مقارباتها تجاه إفريقيا؟ نعم، في هذه الدورة إفريقية لها حصة الأسد، وأنا أعتقد بأن الخيار التركيز على إفريقيا ربما قد كان بتأثير من المغرب، الدولة الحاضنة لهذا المؤتمر، بحكم الخيارات والاستراتيجيات المغربية في إفريقيا، وبحكم سياسات رابح التي تتبعها المملكة المغربية في إفريقيا. هناك وعي بأن الشباب الإفريقي لم يتم دمجه بما فيه الكفاية في نموذج العولمة.
لم يتم إعطائه الأهمية وإعطائه الفرص الضرورية لكي يعني يستثمر في خيرات بلاده، ولا يذهب إلى التطرف، ولا يستمع إلى الموسيقى التي تلعبها مجموعات متطرفة باسم الدين وتجيشه في يعني مبادرات إرهابية. أعتقد بأن هناك يعني تركيز واضح على الشباب الإفريقي أولا لكي يلعب دوره في التنمية والتعايش السلمي في بلدانه، وأيضا لكي لا يبقى يحلم فقط بأن إما أن ينخرط في مجموعة إرهابية وإما أن يسلك طريق الهجرة السرية للتوجه إلى الفضاء الأوروبي وللتوجه إلى العالم الغربي. هذا التركيز على الشباب الإفريقي، محاولة تسليط الضوء عليه، إعطائه منحه الوسائل لكي يكون جزء من الحل وجزء من هذا الحوار الحضارات، أنا أعتقد بأن هذا الرهان هو رهان مهم، رهان صعب، رهان يعني إرادة سياسية قوية أممية ودولية قوية، لكن في آخر المطاف سيكون رهان رابح، لأن ذلك سيعود بالنفع على هذه الدول الإفريقية التي عاشت في السنوات والعشرات السنوات الماضية على هامش مسلسل العولمة، ولم تستفد بطريقة أو بأخرى من الخيرات التي يعني موجودة في بلدانها. التركيز على الشباب الإفريقي هو رهان صعب لكن رابح على يعني في المدى المتوسط والبعيد. أستاذ مصطفى طوسى، المغرب الذي يحتضن هذه الدورة وهي لربما الأوسع مشاركة قياسا إلى الدورات السابقة، له رصيد أنجزه بفضل رؤية أمير المؤمنين الملك محمد السادس في إفريقيا فيما يتصل بإشاعة الخطاب الديني المعتدل، وأيضا رعاية هذه الروابط الصوفية والدينية العميقة والممتدة في التاريخ بين إمارة المؤمنين والمسلمين عبر هذا المجال الإفريقي الواسع، وأيضا عبر تكوين الأئمة، وأيضا عدد من المبادرات. هل يمكن أن تشكل هذه المبادرات أساسا لربما لمقاربة يمكن أن تدعم من الأمم المتحدة وتكون أكثر نجاعة بحكم أنها إفريقية؟ نعم محمد، نعم محمد، فهمت الرسالة. يعني يجب القول يعني بدون أي مبالغة وبكل فخر بأن التجربة المغربية في هذا المجال، في مجال التنوع الثقافي، التعايش السلمي بين مختلف الديانات، الحقوق الحضارية للمجموعات الثقافية سواء كيفما كانت يعني مشاربهم الإيديولوجية مضمونة من طرف القانون ومن طرف الدستور، هذا نموذج يعني يجب أن نقوله بكل فخر بأن المغرب يعد من بين الدول الرائدة في هذا المجال، يعني التعايش السلمي في إطار التنوع الثقافي والديني. وربما هذه التجربة قد تكون بطريقة أو بأخرى ملهمة لهذا النموذج الأممي الذي تريد الأمم المتحدة أن تصدره أو أن تبينه أو أن يعني أن تظهر مزاياه على مستوى بعض الدول الإفريقية. نعم يعني ليس صدفة أن يتم اختيار المغرب لهذا المؤتمر وأن يتم يعني التركيز على هذه النقاط الأساسية من حوار حضارات، من تعايش ديني سلمي، من تنوع الثقافات بدون أي أن يكون هناك أي توتر هوياتي بين قوسين. ليس صدفة أن يختار المغرب لأنه يقدم هذا النموذج السلمي الإيجابي لبعض الدول التي لحد الساعة لم تستطع أن تحل قضية هويتها من هي تكون. لذلك المغرب في هذه المجالات يضرب به المثل، وليس صدفة أن يكون هذا المؤتمر تحالف الحضارات يعقد بطريقة طبيعية متناغمة في مدينة فاس العاصمة الروحية والثقافية للمملكة المغربية. هل يساعد هذا المنتدى، منتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة بفاس، أستاذ مصطفى طوسى، في الارتقاء لربما بمسألة التعددية والتنوع والقيم المشتركة بين بني البشر عموما إلى الإطار الذي لربما يسمو فوق الإطارات القومية أو القطرية؟ مسألة بعض المسائل المجتمعية والقيمية هي ليست مسألة يمين متطرف في دولة أو يسار في دولة أو وسط في دولة أخرى، وإنما هي مسألة مرتبطة بقيم مشتركة. هل نسير بالفعل نحو إيجاد هذا المشترك الإنساني أن يكون ملزما للجميع؟
نعم، وهذه هي الأرضية الأساسية التي يصبو إليها مثل هذا مثل هذه القمة حوار الحضارات. لا ننسى بأن نحن في السنوات القليلة الماضية، وكما سبق وأن ذكرت، ومع صعود الفكر المتطرف الذي يقصي الآخر، هناك حاجة من طرف عقلاء وحكماء العالم أن يتم التذكير بأنه بإمكان هذه الدول أن تعيش بكل سلام، وبإمكان يعني الفرق لا ديفيرونس أن تكون بين أشخاص وبين مجموعات دون أن يؤدي ذلك إلى حرب وإلى مواجهات عسكرية. يعني الرسالة الأساسية التي يمكن أن نستخلصها من مؤتمر فاس، وهو أنه يعني لا حاجة لإقصاء الآخر لكي تعيش دينك وهويتك وثقافتك وحضارتك. يمكن لهذه الحضارات أن تعيش تحت سقف واحد بسلم وبسلام. لا، ليس هناك أي لسبب بسيط، وهو أن نسمع مؤخرا في بعض وسائل الإعلام الغربية مفهوم يعني أصبح الآن بمثابة كابوس بالنسبة يعني الذين يدافعون على مثل هذه المؤتمرات، وهو التطهير العرقي والثقافي والديني لنتوياج إثنيك. وهذا المفهوم هو الذي يعني مؤشر الحرب ومؤشر النزاعات. أمام هذا الواقع الذي يهدد هذه المجتمعات سواء الإفريقية أو الأوروبية أو الآسيوية، الأمم المتحدة عن طريق مثل هذه المؤتمرات تريد أن تقول بأنه يجب أن نحارب مثل هذا الفكر بالتعايش السلمي، بتحالف الحضارات، بالتعايش الذكي بين مختلف المجموعات المتنوعة عرقيا ودينيا. وهذا ممكن، الرسالة للأمم المتحدة تقول أن هذا ممكن لصالح البشرية ولصالح هذه المجتمعات، وأن هذا يبعد بطريقة وبأخرى ميكانيزمات الحرب والمواجهة العسكرية. يعني هذا نوع من القوة الناعمة، نوع من السوفت باور للأمم المتحدة التي تريد أن تروجه على المستوى العالمي، لتقول بأن قضية التطهير وقضية رفض الآخر وقضية استعداء الآخر فقط لأنه مختلف، هذا شيء يعني يضر بالإنسانية ويجب محاربته عن طريق نشر ثقافة التنوع ونشر ثقافة التعايش السلمي ونشر ثقافة حوار الحضارات. هذا النشر أستاذ مصطفى طوصة يحيلنا أيضا للحديث عن دور وسائل الإعلام الجديدة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال التي أصبحت تهيمن على كل مظاهر الحياة وأصبحت الحياة تعاش فيها. ما دورها أيضا في الترويج لخطابات الكراهية وخطابات القومية والشوفينية وغير ذلك؟ هل هناك وعي لدى المنتدى أيضا بالاشتغال على هذه الإشكالية، أن تصبح هذه المنصات الاجتماعية أدوات للتفاهم والتقريب؟ نعم محمد، وأنا لاحظت بأن من لائحة المدعوين لهذا المؤتمر هناك عدد كبير من المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي، وهم غالبيتهم شباب يعني ينشطون بقوة وبزخم كبير، وينشرون عدة أشياء يؤثرون على يعني شرائح واسعة من الشباب يعني في إفريقيا وفي أوروبا وفي العالم. لذلك نعم هناك رهان على أن بما أن يجب التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون هناك ثقافة التصالح والتعايش، أيضا العمل على اللجوء إلى مؤثرين مهمين لكي ينشروها في شبكات التواصل الاجتماعي، لأن هذه شبكات التواصل الاجتماعي أيضا لديها محاسنها، لأنها تربط العالم وتجعله قرية صغيرة يعني يمكن في بسرعة البرق أن تنشر فكرة وأن تنشر صورة وأن تنشر يعني مبدأ، ولكن أيضا هي خطيرة لأن يمكن أن تنشر أيضا الحقد وتنشر إقصاء الآخر وتنشر العداء وتنشر يعني البغضاء. وهذا المؤتمر أيضا من بين يعني تحدياته وهو نشر ثقافة التي تحارب معادات السامية، الحقد على الإسلام، الحقد على المسيحية، الحقد على كل ما هو مختلف، يعني نشر ثقافة تحارب وتكون يعني بمنطق كبير تحد من انتشار هذه ثقافة الحقد التي نجدها أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي. الأستاذ مصطفى الطوصة الكاتب الصحفي الخبير في القضايا الدولية، حللت بفاس مشاركا في أشغال المنتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. نشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.